بالنسبة للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، هي عمود الأساسي لبناء منهج مهيكل داخل المنظمة، بداية من أعلى الهرم اللي هم المدراء التنفيذيين، أصحاب القرار داخل المؤسسة، إلى كل فرد داخل هذا المنظمة. لو جينا نفصل أكثر في الهرم هذا، حنتكلم أنه المدراء التنفيذيين، الإدارة المالية، الإدارة القانونية، الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، وكل شخص وكل فرد داخل هذا المنظمة، بداية من بوابة الدخول للمنظمة إلى التفاصيل الأكثر أو الانفراستراكشر داخل هذه المنظمة. طبعاً هي فكرة الجي آر سي وربطها بالأمن السبراني، هي في النهاية هي الفكرة الأساسية، إنه توظيف أهمية الأمن السبراني وأهداف الأمن السبراني مع أهداف هذه المنظمة، وجعلها هيكلة واحدة أو منظومة واحدة. جميل. لأنه في النهاية هي المخاطر اللي موجودة، مخاطر سبرانية، هي في النهاية مخاطر قد تؤثر على هذه المنظمة مالياً، عفواً اقتصادياً، من ناحية حتى الهدف الأساسي لهذه المنظمة والعمل الأساسي داخل هذه المنظمة، خصوصاً لو كانت أنظمة حساسة. ففكرة الحوكمة لو جينا نتكلم نفصلها، لأن هي حوكمة وعندنا إدارة مخاطر وعندنا امتثال. صحيح. لو مسكنا الحوكمة الحال، هي فكرتها هي الأطر والسياسات والقواعد اللي بيها المنظمة تحقق أهدافها.